صوت واسع حلو، ممكن حد يعمل الصوت يعمل ها او ارفع او المكان او اي حاجه. الكتابة مش واضحة اللي معاها كده كتاب مقدس والبورتال بتاعها طلعه. هنقرا في الإصحاح 26 في صمويل الأول. صمويل الأول 26. إحنا تقريبا خلصنا ده سفر صمويل الأول اللي كان بيحكي حكاية صمويل آخر القضاة وشاول أول الملوك. تقريبا كده خلصنا صمويل الأول يعني. باسم الآب والابن والروح القدس الآن وعاد أمين. أقرأ معاكم من أول عدد 13. إحنا في الموقف ده اللي إحنا هنتكلم فيه النهارده، داوود حد يقفل الباب لو سمحت. داوود هربان من شاول، شاول الملك، وداود الصغير هربان منه، لأن شاول عاوز يموت داود، لأن شاول عرف إن داود ده هو اللي هيبقى ملك، عاوز يخلص عليه. داود قلبه نقي وإنسان بار، وشاول وقع تحت إيده مرتين، وداود عفى عنه. مرة قبل كده في إصحاح 24 كان داود ورجالته مستخبيين كده مبيتين كده في مغارة، إلا شاول ورجالته جم دخلوا المغارة دي، مغارة كده وسط في قلب الجبل يعني حاجة كده غويطة قوي. دخلوا المغارة من غير ما يعرفوا إن في حد جوه، الدنيا ظلمة. داود جوه لقى ده شاول اللي جه لغاية لما فك هدومه وراح نام. فراح داود بالراحة عمل إيه؟ قص حتة من جلابية شاول. وبعد ما شاول مشي هو ورجالته، وقف داود من على الجبل من بعيد وينادي على شاول ويقول له انك جيت تحت ايدي وانا عفيت عنك ابويا. يعني ايه؟ يعني ارحمني بقى واعف عني، انت عايز تموتني ليه؟ انت جيت تحت ايدي وانا سبتك. وشاول ساعتها عيط وبكى وقال له انت ابر مني، وانا ازاي انا ببقى عايز اموتك وانت تبقي على حياتي. تمثيليه كده عملها شاول. تتكرر تاني في اصحاح 26. في اصحاح 26 يخش يخش داوود يلاقي شاول مضطجعا عند المتراس والشعب حواليه. مضطجع يعني ايه؟ وبعدين راح داود خد واحد من اللي معاه اسمه أبيشاي، وراح في المكان اللي فيه شاول ورجالته خليهم معاه. وإذا بشاول في عدد 7 أهو، وإذا بشاول مضطجع. واضحة معايا؟ حد واخد باله شيء؟ واضحة؟ مش واضحة أوي معلش، الدنيا عشان نور، لو حد يطفي النور ممكن أطفي النور لو حبيت. وإذا بشاول مضطجع نائم عند المتراس، ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه. شاول الملك إيه؟ جالس الرمح بتاعه في الأرض ونايم جنبيه. وأبنين والشعب مضطجعون حواليه. فقال أبيشاي لداود: قد حبس الله اليوم عدوك في يدك، فدعني الآن أضربه بالرمح إلى الأرض دفعة واحدة ولا أثني عليه. أبيشاي ده قال لداود إيه؟
ان عدوك نايم قدامك، سيبني امسك الرمح اموته ضربه واحده ما يقومش منها. فقال داود لابيشاي: لا تهلكه، فمن الذي يمد يده الى مسيح الرب ويتبرك؟ مين يمد ايده لمسيح الرب ويتبرك؟ النهارده نقول لنفسنا: من يمد ايده على مسيح الرب ويتبرك؟ من يمد لسانه على مسيح الرب ويتبرك؟ ما يصحش الواحد فينا يطلب لنفسه الحريه منه يغلط في مسيح الرب. وقال داود: حين هو الرب ان الرب سوف يضربه، او ياتي يوم فيموت، او ينزل الى الحرب ويهلك. حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب. راح عمل ايه؟ راح واخد الرمح وواخد الفوز بتاع الميه اللي بيشرب فيه، وايه؟ ولم يرى ولا عرف ولا كذا. وعبر داود الى الحرب ووقف على راس الجبل عن بعد، والمسافه بينهم كبيره. ونادى داود الشعب وامير ابن نيل قائلا، بعد ما شاول مشي مع الجيش بتاعه، راح داود واقف من بعيد كده اهو وقعد ينادي، مش على شاول زي المره اللي فاتت، نادى على ابنير ابن نيل قائد الجيوش، قائد الجيش بتاعه. وقعد يتريق عليه يعني كده اهو، داود قعد يتريق على رئيس الجيش، خيمة وزير الحربيه بقى، ولا وزير الدفاع، ولا وزير الداخليه، ماشي مع الرئيس، والرئيس كان هيروح في داهيه، فده واقف يتريق على رئيس الكل، رئيس وزير الداخليه. ويقول له: يا أبنير، أما تجيب يا أبنير؟ فأجاب أبنير وقال: من أنت الذي ينادي الملك؟ فقال داود لأبنير، داود برضه بيكلم أبنير، يقول له إيه؟ أما أنت رجل؟ مش أنت راجل برضه؟ ومن مثلك في إسرائيل؟ فلماذا لم تحرص سيدا الملك؟ التريقة ما فيش معنى كده يعني. يعني عايزين فصل التريقة في شغل التريقة بتاع داود على أبنير داود. عامل نفسك راجل مش عارف تحرص سيدك، لأنه قد جاء واحد من الشعب لكي يهلك الملك سيدك. ليس حسنا هذا الأمر الذي عملته. حي هو الرب، إنكم أبناء الموت أنتم، لأنكم لم تحافظوا على سيدكم، على مسيح الرب. فانظر الآن أين هو رمح الملك وكوز الماء الذي عند رأسه. شاول بقى عرف صوت داود، فقال: أهذا هو صوتك يا ابن داود؟ فقال داود: إنه صوتي يا سيدي الملك. ثم قال داود بقى: لماذا سيدي يسعى وراك عبده؟ ماذا عملت وأي شر بيدي؟ يعني ده تاني مرة وجعت إيد تحت إيدي وأنا عفيت عنك، إيه الشر اللي فيك عشان أنت بتعمل كده؟ والآن فليسمع سيدي الملك كلام عبده، فإن كان الرب قد أهاجك ضدي فليشتم تقدمه. لو كان ربنا هو اللي مسكنك عليا نقدم تقدمه ونصطلح مع ربنا. وإن كان بنو الناس فليكونوا ملعونين أمام الرب، لأنهم قد طردوني اليوم من الانضمام إلى نصيب الرب قائلين: اذهب اعبد آلهة أخرى. حرر الآية له بس، الآية 19. وأسيب لكم وأجي تقروا بكل الأصحاح في البيت. إن كان الرب قد أهاجك ضدي فليشتد تقدما. يعني لو كان مطاردتك ليا بالشكل ده، ربنا لما سلطك عليا أنا يا عم أقدم توبة وأرضي ربنا بمعرفتي. ولكن إن كان بنو الناس، مش إن كان بنو الناس فليكونوا ملعونين أمام الرب. لو في ناس هم لو وقعوا بيني وبينك فليكونوا ملعونين أمام الرب. ليه؟ لأنهم قد طردوني من الانضمام إلى نصيب الرب. طردوني من الانضمام إلى نصيب الرب، يعني طردوني من انضمام إلى نصيب الرب. يعني كان المفروض أكون أنا معاكم، ولكن بسبب الناس اللي وقعت دي أنا مش معاكم. طردوني من الوجود في وسط المؤمنين. وأسباب كثيرة تخلينا تخلي الواحد ممكن ينفر من الكنيسة ويطفش من الكنيسة، أسباب كثيرة. وأصعب سبب هو العسرة. العسرة اللي بتتسبب
تتسبب من واحد للتاني. العسرة يعني واحد يعصر أو يتعسر، يعني ممكن يتكعبل بالعربي كده باللغة، يعني واحد يعصر يعني يتكعبل يقع، وكأن واحد بيحط مقلب دخو علشان يوقعه. هي في العسرة المسيح قال البيبل من تأتي من قبل العسرات، وفي نفس الوقت قال العسرات لابد منها أن تكون موجودة، موجودة. ده لابد يعني ما فيش مفر، ده أمر واقع. تقول يا ريت الحكومة فرنسا تعرف المسيح، إحنا في أمر واقع. فإحنا إيه الأمر الواقع اللي بيقوله المسيح؟ إن في عصر، ولكن ويل لمن تأتي من قبل العصرات. أول عصر في التاريخ حصلت كانت الشيطان لما حط عصر لابن آدم ومن أحد، أنهم إيه هتبقوا زي ربنا، هتبقوا عارفين كل الشر، هتبقوا فاهمين كل حاجة، مش هتموتوا. حطلهم مقلب في صورة حلوة، هذه عصر. وممكن واحد فينا يعصر الثاني يقدم له حاجة كده على إنها حاجة كويسة وهي تبقى مقلب، يقول له اشرب بس شوية كنتوا كويسين، وبعد ما يشرب يلاقي نفسه لف وداخ، يجي له تاني يقول له عايز اشرب تاني، عايز اشرب تالت، يخش في دايرة ما يطلعش منها. عصرة، واحد بيحط للتاني عصرة. فالعصرة هو كل حاجة تيجي عليا من بره، سواء من شخص أو من حاجة أو من صورة أو من منظر أو من موقف. عصرة بتعصرني. وتيجي العصرات تدخل الإنسان من خلال الحواس. الكلام، النظر، السمع، اللمس. كل اللي علينا إن إحنا نساعد على مصدر العصرة. لو كان في واحد في حياتي هو مصدر عصرة، حاول تبعد عنه. لدرجة إن المسيح قال لك لو إيدك اليمنى أعصرتك تقطعها وألقيها عنك. فلو واحد في حياتي يمثل دراع اليمين بنقص منه، بيسببني عصرة، بيتعبني، بيرجعني لورا. اللي بكسبه في الكنيسة بخسره لما بقعد معاه نص قعدة، أقعد نص ساعة معاه يمسك سيرة فلان وفلان، أو الكنيسة راحت وأقول لك إيه وزي اللي عملوا الكلام ده كله. يلفني دماغي. اللي زي ده خير لك أن تدخل الحياة وأنت أقطع من أن تدخل ولك يدان، تدخل جهنم ولك يدان. خدوا بالكم من العصرة. العصرة في كل مكان، وبتبقى صعبة لما نشوفها في الكنيسة. واسمحوا لي يعني أدين نفسي، لأن أنا مسؤول برضو، أدين نفسي وأتكلم بمحبة معاكم كده أهو علشان نشوف إيه العصرات ده. يعني في عصرات كتيرة يسبب كل خير جوه الكنيسة. كنت بقول امبارح كان عدو الخير بيحارب بره الكنيسة إراد، يجي جوه الكنيسة يحارب 24، لأن اللي بره ما هو معانا، لكن اللي جوه الكنيسة هو ده مكان الشغل بتاعه. الشيطان يشتغل في الحتة دي أكتر. ما تستغربش لما تسمع أخبار معسرة أو متعبة جوه الكنيسة، ما تستغربش، الشيطان بيشتغل جوه وعاوز يصطاد بقدر الإمكان. أصلي لما الشيطان يصدمك في أحلى حاجة في حياتك فأنت هتسيبها، يبقى أحلى حاجة في حياتك اختفت. أحلى حاجة في حياتنا هي الكنيسة. لما الشيطان يخبطنا في الكنيسة وبيقول لك شوف جوه الكنيسة بيعملوا إيه؟ ده جوه الكنيسة فيه وفيه 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 وفيه. فالضعيف النفس يصدم، يعثر، يبعد. هو ده هدف الشيطان. هدف الشيطان إن هو يبعد عن الكنيسة. علشان الناس تكره الكنيسة، والناس تكره الخدام، أو تكره شكل الخادم، لأن شاف الخادم بيغلط. شاف شكل حلم، لأن بيعمل خطية، خطية عظيمة. الحقيقة، الموضوع صعب. الموضوع صعب. المسيح قال لابد أن تأتي العصرات، ولكن وايل للذي تيجي من العصرة. يعني أولاد عالي الكاهن في سفر صموئيل الأول دول، أولاد عالي الكاهن حفني ونحاس، يا ويلهم. بس خد بالك كلمة يا ويل كلمة صعبة جدا عشان المسيح يقولها. الويل لمن تأتي من قبل العصرات
بلاش نسمعه من بق المسيح الحلو. المسيح يقول لنا كلام حلو دايما معزي، لكن لما يجي يقول لك ويل يا خبر الكلام بجد. الويل لما تكتم كل العصرات ويكملها لك بعد كده ويقول لك ان يسبب عصره يا ريت يا ريت يتعلق في عنقه حجر رحل وايه؟ ويجرد في نبجة البحر. يعني حتى وهو ميت مش عايزين نشوف جثته. شفت صعوبة العصرة؟ الويل لمن تأتي من قبله العصرات. ولو أعصرنا الصغار، تقول مين الصغار دول؟ الأطفال الصغيرين، ممكن يكونوا الصغيرين، ممكن الصغيرين دول يكونوا معك حديث في الإيمان، أو حديث في الكنيسة، جديد يعني في الكنيسة، أو يعرف ربنا جديد، أو لسه سايب الخطية وداخل عاوز يتوب يدخل في مجتمعنا، يروح إيه يلاقي حد بيعصره. اللي يعصر أحد هؤلاء الصغار خير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويجرد في لقة البحر. بقول لكم يعني حديد نفسي قدامكم، وكل واحد برضه زي ما كنت بقول في الوعظة في القداس كل واحد يشاور على نفسه. أنا أقول لكم في أنواع من العصرة أو أشكال من العصرة اللي بتعصرنا، ودي تطبقها على نفسك في البيت، أو تطبقها في خدمتك، أو تطبقها على شخصيتك على نفسك. أول حاجة من العصرة، من أنواع العصرة، عصرة التسلط. إنسان متسلط، إنسان بيتصرف بسلطة، يعني متسلط يعني حاجة أكتر من متكبر يعني كده، يعني عنده أوتوريتي زيادة عن اللزوم يعني. التسلط لو أب في البيت عاوز يتسلط، ما هو أنت مسؤول في البيت وليك سلطان في البيت، لكن لما تزودها زيادة عن اللزوم لدرجة إن مفيش إزازة مية تطلع من التلاجة إلا لما أنت تعرف، بقت كده تسلط. فاهمين؟ ما هو طبيعي إنك تبقى عارف ابنك رايح فين وجاي منين. إنما لما تدخل الحكاية في حب تسلط، إنك تكون ليك سلطة زيادة عن اللزوم، بقت كده الحكاية دخلت في عصره. الإنسان المتسلط مش محبوب. حتى في السياسة الدكتاتور مكروه، مش كده؟ عصر الدكتاتور فلان الفلاني خلاص الحمد لله ماشي. فالدكتاتور مكروه، فالشخصية المتسلطة شخصية مش محبوبة. يمكن يكون تسلطك على أولادك يكون سبب إن أولادك يسيبوا الكنيسة. السلطة الزيادة دي على أولادك ممكن يخليهم ينفروا من الكنيسة. قلتها قبل كده، بابا في البيت بيمثل شكل ربنا. ابنك وبنتك ما يعرفش ربنا لسه، لكن بيعرف ربنا إن ربنا ده بيشايفنا، ربنا عارف إحنا بنعمل كل حاجة، شايف كل حاجة بنعملها، ربنا هيفرح لما نعمل حاجة كويسة، ربنا هيزعل لما نعمل حاجة وحشة، ده صورة ربنا عند أولادنا. فلما يكون بابا أو ماما في البيت متسلطين زيادة عن اللزوم، الابن أو البنت يكره السلطة دي، وبالتالي يكره ربنا. تلاقي الولد مش عاوز يروح الكنيسة بسبب إنه إيه؟ أنا مش عايز سلطة في حياتي. أحيانا يكون الولد أو البنت عنده حق إن هو بس شاف سلطة غشمة زيادة عن اللزوم خليته مش عاوز حاجة تانية غير كده، هو غير ان هو يعيش لوحده. يعني الإنسانية انك انت تكون انسان حلو، انك تسيب مساحة للحرية اللي تحتيك. لو انت او انا في الحتة دي، كل ما اسيب مساحة للحرية اللي انا مسؤول عنهم دي تفرحهم وتحببهم فيا وتخليهم يلفوا حواليا ويحوطوني. يقول لك الإنسان العظيم اللي تشعر في حضرته انك عظيم. في انسان عظيم برضه، بس لما تقعد قدامه تحس نفسك ولا حاجه. هو عظيم، بس في فرق بين عظيم وانسان عظيم بجد. لما تقعد معاه تحس نفسك ليك مقام وليك مركز. الانسان العظيم هو اللي يقيم كل اللي حواليه، يدي ده دور ويدي ده دور ويدي ده دور، كل واحد فينا ياخد دور. ولادك في البيت محتاجين كده اهو. عشان تكون أب عظيم أم عظيمة لازم تدي شوية من سلطاتك لأولادك. مش تعكر زمان وإحنا
علمنا الخدمة دي كان يقولوا ايه ايه الولد المشارك خليه يوزع الصور على اصحابه على اولاد زمايله مش كده؟ تستهلك الطاقة بتاعته قال انت الحكاية بتديله دور فيحس ان هو مهم في الفصل ده هو مش جاي بيعمل مشاركة وانت كل شوية تشتكي منه او تعاقبه لا ده هو بيعمل دور مهم فانت بتديله الدور ده هو وتقول له يا انت من غيرك النهارده ما كنتش عارف اوزع الصور ازاي ودي المحايدة دي هي دي التربية انك انت تقول له كده من غيرك انت لو غلطت النهارده كنا محتاج بقى ندور على واحد يوزع الصور ما نلاقيش هو كده الانسان العظيم هو اللي تشعر في حضرته انك عظيم ولك مقام احيانا بعض الناس ينسحبوا من الخدمة بسبب حاجات زي كده هو. في ناس تنسحب بهدوء وبالتضاع عشان مش عاوزة مشاكل لأنها شافت تسلط أو شافت سلطة زيادة عن اللزوم زي كده هو فيفضل إن هو ينسحب لأن احنا مش هينفع نمشي مع بعض بالشكل ده هو. أنا بدين نفسي بقول لكم أحيانا أسمع من بعض الناس حاجات تكسفني أنا شخصيا لما يشتكي لي مثلا من خادم أو خادمة أو من أب أو من حد في الكنيسة ذو قيمة أحيانا لو أنا مكسوف قدامه وهو بيحكي تصرفات بعض القدام يبقى أول عصرة أو أول نوع من العصرة اللي تبعدني عن ممكن تبعد الإنسان عن الكنيسة عصرة التسلط عصرة تانية اسمها التمييز المحاباة يعني مجموعة دول بتوعي ومجموعة دول عن كل الناس المحاباة هو يطلع مجموعة لما رسمونا كهنة وقفنا قدام مسبح ربنا وكان العهد اللي بنقوله قدام ربنا أن لا تكون لي جماعة مختارة من الشعب ما ينفعش أكون أنا معايا جماعة مختارة من الشعب دول بتوعي والباقيين لا التمييز أو المحاباة كلمنا عنه يعقوب الرسول في إصحاح 2 في رسالة يعقوب يعقوب الرسول زي ما تقول كده هو يعني ايه خد راحته كده وانفلت فينا شوية يعني فيقول ايه يا اخوتي لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة فانه ان دخل الى مجمعكم رجل بخوات ذهب في لباس بهي ودخل ايضا فقير بلباس وسخ تخيل كده في الكنيسه دخل علينا واحد بفندي فرنج صاحب عمل كبير ولابس خواتم الذهب يعني الراجل غني يعني كده هو يعني راكن اسمها ايه العربيه الحمراء دي اسمها ايه؟ الحمراء دي ولا اسمها ايه؟ مرسيدس كلكم عندكم مرسيدس ها؟ الفراري الحمراء الفراري واحد دخل الكنيسة وصفته كده هو وفي نفس الوقت دخل إنسان فقير بلباس وسخ فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسنا وقلتم للفقير قف أنت هناك اتفضل ساعتك الباشا هنا والتاني استنى خليك ورا شوية وخليك هناك شوية وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ القدمية فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ يعني ما ترجعش نفسك؟ اسمعوا يا أخوتي الأحباء أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه أما أنتم فأهنتم الفقير أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ النهارده عندنا محاكم وعندنا قضايا وكلام زي كده، مين اللي مجرنا في المحاكم؟ المحاباة التمييز حسابها عسير،
لان الكنيسه بيت المسيح بيت ربنا والناس كلها ولاد ربنا. مش من حقي وانا مسؤول في الكنيسه ان انا اميز دول قدام ودول ورا، دول على الدماغ ودول تحت الرجلين، مش من حقي. حسابها عسير عند ربنا ودي بتعمل عسره. مين اللي حط الحكم ان الكبار اهم من الصغيرين؟ احيانا تلاقوه في بعض الكنائس، يعني هنا اسم الصليب الدنيا حلوه كويس، احيانا تلاقوه تلاقي الشمامسه الكبار هم نمره واحد والباقي كده اي حاجه بقى. مين اللي حط القاعده دي؟ مين اللي يقول ان الكبار اهم من الصغيرين في غرز الشمامسه او في الخدمه او في الكنيسه؟ مين اللي قال؟ الكنيسه محتاجه لده محتاجه لده، لكن احتكار الكبار لحاجة معينة دي بتاعته والباقي يترمي للعيال الصغيرين، ده مش من ربنا، ده مش من الكنيسة، ده ما يرضيش ربنا. اللي يرضي ربنا ان كلنا ناخد فرصة في الكنيسة، كل واحد عنده خدمة ياخد الفرصة، حتى الخدمات اللي في الكنيسة تلف علينا كلنا. الكهنوت دي تميز لوحده، الكهنوت مش هيلف عليكم طبعا، لكن الخدمات اللي في الكنيسة تلف على الكل، كل واحد ياخد بركة الخدمة دي شوية ويديها لغيره شوية ويديها لغيره. لسه سامعين قريب من كام شهر كده ومن شهرين فاتوا سكرتير المجمع المقدس ده وظيفة إدارية تغير ويدي لغيره، كل ثلاث سنين يتغير ويدي لغيره، مش كده ولا إيه؟ مش الأسوسيسيون اللي بتعملوها اللي هي مش فيها برضه القاعدة دي ان الكونسيل بتاعها بيتغير كل ثلاث سنين او كل زي ما انتم متفقين فيها؟ الوظائف الاداريه دي كل واحد يعطي للاخر ليه؟ علشان كلنا نكون زي بعض ونخدم. انت بتعرف تدي في الحته دي تدي، وانت بتعرف تدي في الحته دي تدي، لكن لما كل الحتت حكايه محتكره على مجموعه وبس يبقى دي في حاجه غلط. انا بتكلم عموما مش بتكلم على حاجه معينه. يعني التمييز في المسؤولية والتمييز في الكنيسة حسابها عسير. خد بالك لو في تمييز، أنت بتعمل تمييز بين ولادك، أنت بتضر اللي بتميزه وبتضر الباقيين. يعني مثلا أبونا يعقوب كان بيميز يوسف، مش كده؟ واداله زيادة عن اللزوم. فرحه؟ فرح إخواته؟ لا فرحه ولا فرح إخواته، صح؟ أي نعم. جت في الاخر للخير زي ما انتم عارفين القصه بتاعت ابونا يوسف. انما في تصرف ابونا يعقوب ما كانش في محله. انت اديت حاجه زياده لابنك عشان بتحبه، ابوه تعالى اخواته وقعوا في خطيه الحقد والحسد، وهو كمان انضر من الخطيه دي مسكورا في البير، طلعوه من البير معقوب، اتمربط 12 13 سنه في السجن لغايه لما طلع. فدايماً لو هتميز واحد خد بالك، اللي بتميزه ده انت بتضره وبتضر الباقيين كمان. فالتمييز خطية مش حلوة، خطية صعبة. يبقى احنا قلنا أول حاجة في العصرة، أي أول حاجة المعسرة إيه؟ التسلط. نمرة 2 المحاباة أو التمييز. نمرة 3 قريبة من التمييز، حاجة اسمها الدالة. حاجة اسمها الدالة. الدالة يعني مش تمييز مجموعة، لا تمييز واحد بس. يعني في بيني وبين واحد أو اثنين دالة، يعني دول أنا في جيبي وهم التانيين برضو كل واحد منهم يقول لك أنا سيدنا ده في جيبي. مصيبة طبعا، مش كده؟ طبعا كارثة لما يقول لك عايز فلان روح لفلان، أو عايز حاجة صعبة. الدالة اللي زي كده هو يقولوا كده الآباء في مستند الرباني، يقولوا الدالة مفسدة. مفسدة يعني إيه؟ حاجة حلوة أو وحشة. الدالة مفسدة. لو دخلت الدالة في البيت تبوظ البيت. دخلت في الخدمة تفسد الخدمة. دخلت في الشخص مع شخص تاني تبوظ الدنيا. لو في واحد بين واحد تاني دالة ممكن توصل لحاجات صعبة. العلاقة الخاصة دي مع المجموعة دول دي مدمرة، دي صعبة. يعني واحد كده هو ممكن يستقوي بابنه في البيت
ضد مامته، يعني يعمل كده علاقة خاصة بينه وبين ابنه عشان قدر يشهده على عمايل مامته، يقول له شايف امك بتعمل ايه؟ ها؟ بص كده شايف امك بتعمل ايه؟ قال انا ساكت كده اهو، شوف انت كده بتهد البيت. لو واحد في الخدمة بياخد مجموعة ويخليهم معاه وهم دول اللي بيتكلموا بلسانه برضه كانت كارثة صعبة. العصر تحت التالتة أصعب من عصر التمييز. التمييز بميز مجموعة عن مجموعة مشكلة طبعا، إنما أصعب وأصعب لما يكون في اتنين تلاتة بس دول بتوعي، دول اللي إيه اللي كاشفين كل أسراري. زي ما امبارح كنت بتكلم في المحضر الليل كنت بتكلم برضه سمير الأول، وشاول أصدر قرار إن هو ينفي كل أصحاب العرافة والجان اللي بيحضروا العفاريت والشياطين من عمه، أنا فاهمه من الأرض. قرار كده، قرار كده، لكن جه بعد شوية راح أمر عبيده بيروح يدور له إيه على واحد عرافة. مين عبيده دول؟ ما دول اللي بينه وبينهم جانا، اللي هو بيقعد معاهم بيفت كل حاجة معاهم، آسف اللفظ يعني، اللي هو إيه؟ هنعمل في ده كده وهنعمل في دي كده، الخطط كلها مكشوفة عند الاثنين ثلاثة دول. مصيبة. الدالة مفسدة. لما يقول الفلان ماسك كل حاجة دي مفسدة. يبقى نمرة واحد في العصرة نحاول خمسة. نمرة واحد التسلط. نمرة اثنين التمييز والمحاباة. نمرة ثلاثة الدالة، الحب اللي مش في مكانه. عشان كده بولس الرسول في كورنثوس الأولى يقول ايه؟ لو واحد فيكم يقول انا تبع فلان وانا تبع فلان، يقول ألستم بعد جسديين؟ هو كان ايه؟ مجموعة كانت في كورنثوس قال لك احنا تبع بولس، مجموعة تانية قال لك احنا تبع بولس. فراح قال لهم ايه؟ هو انتوا لسه بتتكلموا على بولس وأبولس؟ ألستم جسديين؟ ده انتوا لسه بتتكلموا على مستوى الجسد، امتى هتطلع على مستوى المسيح؟ إذا كنت أنت تبع بولس وأنت تبع أبولس، أنت تطلع لمستوى المسيح. من هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما. أدي شغلة بولس وأدي شغلة أبولس. خدام جابونا للمسيح. عربية وصلتني لغاية الكنيسة. هقعد أعبد في العربية بقى؟ هصلي القداس في العربية وأتناول في العربية؟ خلاص؟ عربية وصلت للكنيسة، خش الكنيسة بقى اتكلم مع المسيح. هو دي الخدام، دي وظيفة الخادم في الكنيسة. عشان كده حبايبي صعب جدا إن أنا أتعلق بشخص في الكنيسة. قد إحنا سامعين الأخبار الأيام ده إيه؟ إلا الأشخاص بينهزوا مهما كانت ركبته، مهما كان شكله، مهما كان مكانه. إنما الأشخاص بينهزوا. لكن اللي مربوط في الكنيسة، اللي مربوط في المسيح، صحيح بنتعب وصحيح ممكن دموعنا تنزل في الصلاة. إنما إيمان المسيح ما يتهزش، ويفضل الواحد كده ماسك في المسيح. كل الأشخاص دول سمحت يا رب لي تاكل مشيئتك. عشان كده خد بالك لو في أشخاص زي كده هو وبيتكلموا على حد، احذر إنك أنت تتسخن على حد كده من الودان. يعني يجي واحد يتكلم على فلان ويسخنك 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 وتلاقي نفسك اتشحنت على فلان. احذر، احذر انك انت تسخن من مجرد انك تسمع كلام على شخص انت ما شفتوش لسه ولا شفته عامل اللي قاله. افتكر زمان كان يزورنا اب جاهل في البيت، واحنا في الصعيد يعني الاباء كلهم بسطاء ومعزولين ومعروفين، بس يعني كان كل ما يزورنا بصراحه كان يتكلم على الاسقف. أنا من صغري بصراحة متعود يعني سيدنا سيدنا أبونا أبونا الكنيسة الكنيسة بصراحة يعني. فهو كان يخش يقعد يقول أبوس على إيده وهو طالع وخلاص، ولا أكن حاجة دخل تودني بصراحة يعني. والفضل يرجع لأبويا وأمي، الكنيسة الكنيسة، سيدنا سيدنا، أبونا أبونا، الخادم خادم، الخادمة خادمة، كل واحد في مكان. فما يجيش واحد يملى وداني على حد تاني أروح أكرهه. أحيانا النهاردة بنبقى ضعفاء نسمع اخبار عن سيدنا فلان او عن ابونا فلان نصدق على طول، معرفش نسميها بساطه ولا نسميها حاجه تانيه، زي ما تسميها
هسميها بساطة. لكن بساطتك لما تعرف دلوقتي خد بالك اوعى تتشحن على حد لما ها مكان الشحن هنا اهو اشحن 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 تبص تلاقي واحد انفجر على طول. احيانا هذا الشخص الاقيه حامي قوي مجرد ما طبطب عليه الاقيه هدي هو سامع كلام ومجرد ما الواحد يطبطب عليه ده صوره ثانيه غير اللي بيسمعه. فاحيانا يكون اللي بيسخننا بيسخننا المصلحه عاوز يعمل يعمل ده لله. نمره ثلاثه نمره اربعه نمره ثلاثه دلوقتي قلنا التسلط قلنا المحاباه والتمييز قلنا التابله. نمره اربعه في العصر المظهر الشكل الشكل المعصر. طبعا حط تحت الشكل المعصر دي حاجات كتير. طبعا الرجاله بتقرر على طول ان انا اقصد ايه بالشكل المعصر ده مش هو ده بالتحديد. الشكل المعصر ان يكون ليك شكل التقوى لكن مالكش فعل التقوى. يكون ليك صوره التقوى ومالكش سلوك التقوى. المظهر المعصر الناس تشوفني بوش في الكنيسه وفي الخبايا او بره الكنيسه تشوفني بوش تاني خالص. كتير مننا يقع فيها الحكايه دي كتير مننا. واحيانا الواحد لما يتعمق كده جوه نفسه زياده عن اللزوم ويقعد مع خبا اعترافه كده زياده يروح ايه يجي له فكر ان انا عندي رياء. يجي له فكر يقول لا انا بعترف بمصايب لاب اعترافي وبربع الكنيسه بصلي بكل قلبي انا كده عندي رياء. لا مش ده رياء مش ده رياء. لو بتروح تفتح قلبك بكل امانه لاب اعترافك وترفع قلبك بكل امانه في الصلاه ده مش ازدواجيه في حياتك. حياتنا كلها كده فيها خطيه بس فيها توبه فيها خطيه بس فيها توبه فيها سلبيات بس فيها ايجابيات كلنا كده هو. انما لا اقصده ان الانسان اللي بيتاجر بمنظره الانسان اللي هو بيتعمد ان هو قدام الناس يبقى تقي ومن ورا الناس ما يبقاش تقي. خدوا بالكم منظرنا لوحده يا اما يبشر باسم الهنا يا اما اسف يشتم على اسم الله. مين اللي قال الكلام ده؟ قالوا بولس الرسول في روميا في روميا اصحاح 2 يقول لان اسم الله يجدف عليه بسببكم. يعني ايه يجدف عليه؟ يعني اسم الله يجدف عليه يتشتم. اسم الله بيتشتم بسبب مين؟ بسببكم بسبب تصرفاتي. لان اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم. وربنا يسوع يقول لك على الجبل ايه؟ هكذا ليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا. هذا العكس بقى. يبقى مجرد منظرك يا اما بيمجد الهك يا اما بعيد عنك بسببنا ممكن الهنا يتشكل. هو احنا النهارده واحنا بنصلي القداس ابونا يقول ايه في القداس؟ يقول ايه؟ لان كل مره تاكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس ها تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي تذكروني. احنا عملنا ايه في الثلاثه دول؟ بشرنا ولا اعترفنا ولا ذكرنا؟ ما عملناش ولا حاجه. بس ابونا قال ايه؟ لان كل مره تاكل من الخبز ده وتشرب من الكاس ده بتعمل الثلاثه دول. ادي القداس اهو. انت بتبشر باسم الهك فعلا لما بتعمل لما بتاكل من الجسد وتشرب من الدم بتبشر باسم الهك. اتفضل يا رضاك عنك اتفضل. واخدين بالكم؟ بتبشر باسم الهك. فما يبقاش انا في القداس ببشر باسم الهي بشاره حلوه واطلع من القداس يحصل ايه؟ الهي يتشتم. الهي يتشتم بسبب تصرفاتي اللي كده هو. يعني خدوا بالكم المظهر لما يعصر لو منظرنا مش منظم احنا بنعصر الغريب اللي جاي يشوفنا. لو منظرنا مش هادي بنعصر الغريب اللي جاي يشوفنا. لو المحبه اللي بيننا قليله وده قايم على ده ودي قايم على دي ودول منقسمين ودول مجموعه ودول مجموعه الترابيزه دي ما اتكلمش الترابيزه دي والكلام ده هو اللي بيحصل في بعض الكنائس يبقى ده سببنا عصره للشخص الصغير اللي المسيح حذرنا وقال من اعصر احد هؤلاء الصغار يعلق في عنقه حجر الرحم. سببنا عصره.
لو الناس شافوا سلوكنا مش مظبوط، أوراقنا مش مظبوطة في الأشغال بتاعتنا، لبسنا مش مظبوط، احترامنا للكنيسة نص نص، كل ده كأننا شتمنا إلهنا، كأننا سببنا تأنيف على اسم إلهنا. يبقى في العصرة ها قلنا أربعة ها تخلط نمرة اثنين، المحاباة والتمييز نمرة ثلاثة، الثالثة نمرة أربعة المظهر المعسر، المنظر المعسر. آخر حاجة توصلنا اللي هو الرياء. من المظهر المعسر نوصل لخطية الرياء. ممكن واحد يكون عاوز يتجمل قدام الناس يعمل نفسه كويس من حقه، لكن لما الدنيا تزيد شوية توصل لخطية اسمها الرياء. واحد ليه وشين، واحد ليه وشين بقى رسمي رسمي، وبقى هو مستسلم لكده، هو كده عايز، أنا لازم أعمل كده هنا ولازم أعمل كده هنا، ده اسمه رياء. يعني تلاقي واحد مثلا أحيانا مثلا تلاقي واحد يصلي القداس كل يوم، ولا يصلي السبع صلوات بتاعت الإسبية كل يوم، وفي نفس الوقت مثلا تلاقيه داخل في قضية ضد إخواته على ميراثه ولا كلام زي كده. أنا آسف أنا بقول أمثلة، مش قصدي حاجة محددة، أنا بدين نفسي قدامكم قبل ما أكلم حد. الشخص اللي زي كده هو اللي هو يقولوا كده عشان يؤدي الفرض ويقوى الأرض، مش كده؟ دي نقرة ودي نقرة، ده اسمه رياء. واحد دي منظر المحبة والتقوى والتواضع، وفي نفس الوقت لا عنده محبة ولا عنده تواضع ولا بيحب حد ولا كده هو. لما نتكلم على بعض واحنا مش ناظرين في ظهر بعض، ده نوع من الرياء، نوع من الرياء. أنا يعني بسمعها من المبتدئين من الصغار، يقول لك ما المجتمع بتاع كذا مثلا الكنيسة أو الكافيتيريا أو كده هو مجتمع متعب. ليه؟ يقول لك يقعدوا يتكلموا على بعض، أول ما يقوم على الترابيزة يبتدوا يتكلموا على بعض. طبعا طبعا معسرة جدا، ده اسمه رياء. رياء يعني بدي في الوش ملاية ومن وراء بيعانكم مش حاجة حلوة. خد بالك بكل قوتك، احرص ان تبعد عن العصرة. العصرة العصرة ساعات تبقى ليها لذة، الاخبار المعسرة ساعات تبقى ليها لذة، تبقى عاملة زي ما يكون كده هو شمعة منورة والفراشة جاية مش هتهمد غير لما تتحرق. هي العصرة كده شكلها بيلمع، وانا اللي حواليها عاوز اعرف وعاوز اشوف كل الاخبار وكل التفاصيل، مش حاسبه غير لما الماضي تحرقني. قبل كده كان حد سالني في بعض الاسئله هنا في بلدنا هنا هو يعني، وكان تعبان جدا من حاجات معينه بتحصل، فرحت مسكته شرحت له بقى، قلت له تعالى انت عاقل مخك كبير وتستحق ان انا اشرح لك، فشرحت له بكل صراحه وشفافيه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه شرحتهم له. بعد ما شرحتهم له قال لي بصراحه يا سيدنا يا ريتني ما كنت عرفت، يا ريتني ما كنت عرفت. فهي العصبه كده واحد يفضل يلف حوالين النار، يلف لغايه لما زي الفراشه لغايه لما النار تحرق. في قراءات تعصر الواحد، في مناظر تعصر الواحد، في اشخاص بيسببوا لك عصره ابعد عنهم، في اخبار تجيب لك شكوك في حاجات ثابته.